الحوار الوطني ناقش فيه جلساته قضية الكثافة السكانية، ويمكن القضية دي احنا شغالين عليها من الستينات. هذه القضية طبعا الكثافة السكانية والزيادة السكان بهذا الشكل وبهذا المعدل بيمثل معوق حقيقي للتنمية في مصر، وبكل تأكيد بيؤثر كمان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. صحيح، الحقيقة النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانوا مشاركين في هذه الجلسات وطرحوا عدد من التوصيات لحل أزمة القضية السكانية اللي هيتم تطبيقها الفترة اللي جاية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه التوصيات، توصيات جلسات الحوار الوطني بشأن الزيادة السكانية. نرحب النهاردة في فقرتنا بشيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير عليكي، منورنا في صباح الخير. صباح الخير حضراتكم. طيب في البداية، احنا كتعداد سكاني مصر بيزيد بشكل كبير جدا خلال فترة قصيرة جدا، احنا دلوقتي حوالي داخلين على 105 مليون نسمة. كلنا بنتكلم زي ما كان شاذلي بيقول من الستينيات عن أهمية هذه القضية وعن تداعيات هذه القضية وحملات كتير جدا يمكن فعلا من ستينيات القرن الماضي. ايه أهم النقاط اللي انتوا من خلال طبعا تنسيقية شباب الأحزاب شفتوا ان هي بتؤثر، هذه الزياده السكانيه بتؤثر عليها بشكل كبير جدا في المجتمع المصري ويجب العمل عليها فورا؟ الحقيقه ان زي ما حضرتك ذكرتي، قضيه الزياده السكانيه هي قضيه كل عصر وزمان. قضيه الزياده السكانيه كانت ولا زالت هي التحدي الاكبر امام الدوله المصريه. احنا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كنا عاملين ورش ناقشنا فيها قضيه الزياده السكانيه، ودي كانت من احدى الورش فيما قبل الحوار الوطني. وخلال الحوار الوطني تقدموا زملائي وتقدمنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببعض التوصيات في جلسات الحوار الوطني. يعني من أهمها وهي التوعية. توعية للرجل وللمرأة أيضا. فيما يخص المرأة، توعية للمرأة اقتصاديا، لأن المرأة العاملة ثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابا. الأقل إنجابا للأطفال والأكثر وعيا. بالظبط، والاكثر وعيا وتربيه للاطفال بالطريقه الصحيحه. عظيم جدا. هل الموضوع متعلق بالفقر؟ طبعا متعلق بالفقر، متعلق بالبطاله، بسوء توزيع السكان ايضا. يعني البطاله بيكون عندهم زياده في عدد افراد الاسره؟ لان في المناطق النائيه والمناطق الريفيه هم الاكثر انجابا ودول الاقل وعيا. ان هم احيانا بيعتمدوا على الاطفال كمدخل للدخل ليهم، كمدخل بالظبط، كمصدر دخل او رزق ليهم. صحيح. طيب الزياده السكانيه، يعني مثلا في دول اخرى عددها السكاني كبير جدا، الزياده السكانيه يمكن ان تكون قنبله موقوته ويمكن الاستفاده منها برضه. يعني ممكن يبقى مثلا كمصر بما انها عدد سكانها كتير فممكن تبقى فيها مثلا اكبر مصدر للعماله على سبيل المثال. ازاي نقدر ان احنا نستفيد من هذه الزيادة السكانية او هذا العدد الكبير لسكان مصر، وفي نفس الوقت التعامل، احنا بنقول التوعية موجودة، هذه الحملات موجودة من الستينيات، ايه اللي ممكن نضيفه على هذه الحملات عشان نزيد من الوعي؟ هي الفكرة كلها في التوعية بالطريقة الصحيحة. الحملات اللي بتنزل لازم تنزل في المناطق النائية والمناطق الريفية على الوجه الخاص، وخاصة الوجه القبلي، لان دي بتكون فيها اكثر الناس كثافة واكثرهم انجابا للاطفال. ده كويس جدا عشان ما نضيعش مجهود الحملات على الفاضي، يعني عشان ما نعملش مثلا حمله موسعه في جميع نوجهها. احنا خلاص عندنا قاعده بيانات وعرفنا اكثر المناطق اللي فيها زياده في الانجاب، فنوجه الحمله بتاعتنا لهذه المنطقه بالطريقه كمان اللي تناسب سكان هذه المنطقه. صح، مظبوط. ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه، ان احنا نوجه الحملات ويكون كمان في رقابه. يعني وكمان رقابه على ايه؟ على الحملات. وبماذا وصلت والى اي مدى على ما نحن عليه الان. ايه ادوات هذه الحملات، يعني ايه اليات عمل هذه الحملات؟ طيب احنا خلينا نقول في تجربه دوليه او في احدى الدول بينزلوا في مناطق مثلا اللي هي الاقل وعيا، بينزلوا في كل بيت، بيدخلوا بيقعدوا مع الزوجه بيوعوها، كمان بيستنوا الزوج لحد ما يجي من الشغل ويوعوه بانه مخاطر الكثافه او بمخاطر ان هو يزيد عدد الاطفال. طيب خلينا نقول دلوقتي ان لو احنا مثلا عندنا طفلين او ثلاث اطفال، مش زي ما يكون عندنا 10، عشان اقدر نقدم لل 10 زي ما اقدر اقدم للطفلين. عظيم. الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس الامناء لمس نقطه مهمه جدا في الجلسه دي وهو بيتكلم، قال انه حتى نصيب الفرد من يعني
مقومات الحياة الأساسية من المية ومن الأكل، من المية نصيب الفرد بيقل سنة بعد سنة بالزيادة اللي احنا بنشوفها، لأن احنا بنزيد ما يتجاوز تقريبا 2 مليون في السنة. مظبوط. فده رقم كبير جدا بالنسبة برضو للمحاصيل الزراعية، قال إن العدد بيزيد. فنصيب الست أشخاص تقريبا دلوقتي بيقول فدان تقريبا على ما أتذكر. وبالتالي لما أعداد السكان بيزيدوا أو بيزيد كثرة المواليد بيكون في كثرة للموارد والاستهلاكات، فده أمر طبيعي جدا. بس عظيم جدا. احنا ازاي نتعامل معاه برضو؟ يعني انا احنا قلنا ان في حملات، يعني زمان كان في حملات، واحنا بنتكلم دلوقتي وجمانة بتقول كان في حملات للتوعية على الشاشات التلفزيون وماما كريمة، فاكرة الحملات بتاعت تنظيم الأسرة والحاجات دي؟ فاكرينها لحد النهارده. طبعا الحملات دي هل جابت نتيجة ولا لا، عشان نفهم احنا نقدر نكمل على الحملات بالشكل ده ولا محتاجين حملات من نوع خاص؟ هي كانت موجودة زمان وبالفعل كانت فيها نتيجة. فدلوقتي حضرتك ذكرت ده حلو جدا، ده دور الإعلام. دور الإعلام في توصيل الرسالة. انتوا يعني او الإعلام عامة بيكون هو القوة لتوصيل المعلومة للأشخاص. ايوه بس يا فندم، برضو بجانب هذه الحملات التوعوية وبجانب حتى دورنا كإعلام، اعتقد انه في الوقت الحالي لازم يعني حسب يعني قولي لو ده موجود طبعا حسب رؤيتكم ولا لا، لازم يكون في محفزات للأسر عشان نقدر حتى نوصل ليهم هذه الحملات التوعوية، عشان نقدر نحمسهم ونحفزهم ان هم يقدروا يتبعوا هذه او يتبعوا هذا الهدف، او ان هم يقدروا ينتموا لهذا الهدف او يفهموه. اوكي، حضرتك اشرتي لحاجة مهمة جدا وكويسة، اللي هو تضافر جهود الدولة والمؤسسات المجتمع المدني. هي دي الاتجاه بتاعهم. فبناء عليه اعتقد ان لو تضافر الجهود الدولية أو جهود الدولة، إحنا نتواصل بشكل صحيح للتوعية الصحيحة. ما هو ده هايل، الكلام ده هايل، بس أنا دلوقتي يعني إحنا طول الوقت إحنا بنتكلم إنه من الستينيات إحنا بنحاول نوعي بهذه القضية. الحملات دي أكيد لازم يعني بما إن إحنا بنواكب العصر كل حاجة في تطور طول الوقت. يكون في تطور للحملات التوعوية. بالظبط، لازم يكون في تطور، ولازم أعتقد يعني إنه يكون في إضافة أخرى لهذه الحملات تتعدى فكرة التوعية حتى بالمخاطر والأضرار، يعني يكون في محفزات أكتر لهذه الأسر. هل ده موجود ضمن الرؤية أو ضمن الخطة؟ هو موجود، ده كان من ضمن التوصيات اللي تقدمت بيها تنسيق الشباب الحزب والسياسي في جلسات الحوار الوطني، اللي هي دي تكون من السياسات اللي هي تكون من سياسات الدولة، اللي هي إن شاء الله هتكون ما هي عارف. احنا محتاجين كمان نربط الموضوع بمحو الأمية، لأن زي ما قلنا إن الفقر من العوامل الأساسية، الجهل كمان من العوامل الأساسية اللي بتساعد على زيادة الكثافة السكانية بشكل كبير. فلما نيجي نعمل حملة تكون الحملة شاملة كل حاجة، ومن ضمن كمان أفراد الحملة واللي ضروري يكونوا موجودين هم رجال الدين للتوعية بخطورة هذا الأمر. بالظبط، من ضمن برضه توصيات الحوار الوطني إن في أصلاً هيكون في منهج خاص بالكثافة السكانية تدرس في الجامعات. طيب، انطلاقاً من الدستور وفي المادة 41 تحديدا بتلزم دولة بعمل برنامج سكاني يوازن ما بين العدد السكاني وموارد الدولة، هل احنا بصدد او هل احنا محتاجين تشريعات او قوانين تلزم بفكرة الضبط السكاني، ضبط النمو السكاني؟ اعتقد ان برضو تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين تقدمت بقانون يكون فيه سن الزواج مش 18، 21. أعتقد إن ده يكون سن مناسب جدا، وهيكون برضو في حوافز، وهيكون في حد الكثافة السكانية بشكل لاقي. يعني على سبيل المثال، طبعا بجانب فكرة تحديد سن الزواج ودي نقطة مهمة، في على سبيل المثال في بعض الدول مثلا الطفل الأول بيكون ليه خصم معين مثلا في عملية التعليم، بعد كده الطفل الثاني بيبقى ليه خصم مثلا أقل شوية، بعدين الطفل الثالث على سبيل المثال لا، الأسرة هي اللي بتتحمل تكاليف التعليم. دي ترجع للحوافز بقى، اللي هو إحنا إزاي كدولة بنحفز الأشخاص إن هم يمشوا على الوتيرة أو السياسات اللي إحنا حطيناها لها، ودي كانت من ضمن التوصيات. من ضمن الحاجات كمان اللي بتساعد في زيادة السكان ثقافة الولد، يعني مثلا بتلاقي اتنين متجوزين، أول حد عندهم بنوتة، تاني خلفة بنوتة، فهم عايزين ولد، فبيفضلوا يخلفوا، هم مش فاهمين، هم مش مدركين هم بيعملوا إيه عشان في الآخر يجيبوا الولد. بالضبط، ده يرجع لقلة الوعي.
ده مفهوم. فهنا برضو محتاجين ان البرنامج التوعوي يكون برنامج شامل. في الجلسه المتعلقه بالكثافه السكانيه تم تطرق لاستقلال المجلس القومي للسكان عن اي وزاره. انا عايز اعرف ايه الغرض من ده. هو دايما لما يكون في توصيه لازم يتقدموا ان هو عايزين ده يكون مستقل. احنا عايزين اي مجلس يقدموه ان احنا عايزين يكون مستقل، ولكن ده بهدف ان هم يمشوا على وتيره معينه، الا وهي زي ما ذكرنا السياسات التوعيه ما الى ذلك. طيب في نقطه كمان حضرتك ذكرتيها، فكره تمكين المراه اقتصاديا. تمكين المراه من، يعني احنا دلوقتي شايفين برامج الحقيقه للدوله ومبادرات عديده للدوله المصريه في اطار تمكين المراه ومشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه وما الى ذلك في كل محافظه حسب مواردها، وبيكون حتى يمكن التمويل في الاول بدراسه الجدوى بالتدريب، كل ده موجود من خلال الدراسات عشان نقدر نتقدم. اعتقد يعني صحيح لو انا غلطان، عشان نقدر نتقدم بمقترح زي ده لازم اكون بصيت على نتائج هذه المبادرات، هل اثرت بشكل او باخر في التعداد السكاني او حتى في نمط التفكير او في الوعي او لا، عشان اقدر ابني على اساسها. طيب، وده زي ما انا برضو ذكرت ان احنا محتاجين ده في المناطق النائيه والمناطق الريفيه. يعني ما هذه البرامج موجوده في المناطق النائيه ايضا. اوكي، فاحنا محتاجين نطور فيها فيما يتناسب مع العصر الحالي ويواكب التكنولوجيا، وكمان يكون في رقابه. انا فهمت حضرتك اللي هو احنا محتاجين رقابه او نشوف هي وصلت لايه وايه اللي محتاجين نطوره، ايه المناطق دي محتاجاه، ايه هي اللي الناس محتاجاه، عشان نقدر نوصل لطريقه ده افضل يعني شكل ممكن بالزبط يعني. بالزبط. طيب، في الجلسه اتكلموا عن الاستراتيجيه الوطنيه للسكان او الاستراتيجيه السكانيه، لكن كان المشكله في تمويل هذه الاستراتيجيه. هل توصلوا لصوره ما من الممكن ان يكون عليها شكل التمويل لهذه الاستراتيجيه؟ هي الاستراتيجيه كامله ولكن احنا محتاجين تمويل مادي وتمويل معنوي وتفعيلها، محتاجين التفعيل والرقابه، دول اهم جزئيتين. بمعنى ان احنا بنحاول نوجد حلول ل بالظبط، الدوله شغاله على ايجاد حلول بكل الاشكال. ده حقيقي. هل مثلا في دماغنا المجتمع المدني مثلا ممكن يساعد في تمويل هذه الاستراتيجيه؟ طبعا. المجتمع المدني جزء لا يتجزأ. مين المقترحات في الجهات اللي هتساهم؟ طبعا المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من ان هو يعني يتضافر معانا. طيب، كان في ايضا مقترح خاص بتضمين مناهج عن الصحه الانجابيه والاسره في المناهج التعليميه وفي المدارس. بالظبط، ما هي الكثافه السكانيه او المنهج اللي هيدرس في الجامعات الخاص بالكثافه السكانيه هو شامل كل ما حضرتك ذكرتي. بالظبط. طيب، بالنسبه بما ان حضرتك يعني حددتي اكتر، كنت مهتمه اكتر بالسيدات في المناطق النائيه وفي القرى والمحافظات، السيدات يعني بالفعل السيدات والرجال. صحيح طبعا السيدات والرجال اكيد، بس يعني احنا اتكلمنا اكتر عن السيدات، بالنسبه للرجال ايه نوع التوعيه اللي بيحصل؟ ايه ازاي بتتعاملوا معاهم؟ لانه معروف مثلا انه الرجال بيكون كمان يمكن خلينا نقول العادات والتقاليد والموروثات الثقافيه بتكون عندهم اقوى كمان شويه. بالظبط، هو الحقيقه ان المسؤول الاكثر عن كثره الانجاب هو الرجل وليس المراه. وفي ناس كتير تقول لك لا دي المراه، بس الحقيقه ان هو الرجل. طيب، احنا محتاجين نعمل ايه عشان نتواصل لعقليه الرجل في المناطق الريفيه؟ لان هو فعلا لو رجل سعيدي فاحنا يعني صعب قوي ان انت تقنعيه فعلا. فالحملات التوعويه اللي هتكون فيها المراه، اعتقد ان المراه عامل قوي قوي لو اقتنعت تقنع جوزها. كمان في سلوك انجابي ذات عوامل خطوره عاليه لازم المراه تكون فاهماه كويس، اللي هو الانجاب وهم زواج القاصرات، الانجاب دون سن ال 18 سنه. بالزبط. في تفاصيل كتيره جدا المراه المفروض تكون ملمه بيها، وده برضو بيتحمله الوعي والحملات اللي بتقوموا بيها او اللي هيقوم بيها طبعا المختصين في هذا الشان لتوضيح مدى الخطوره، حتى التباعد ما بين الاطفال. يعني في دراسات بتقول انه لابد ان يكون هناك تباعد ما بين الاطفال طبعا لصحه الطفل نفسه. حالات الوفاة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة في حال التباعد فترة تزيد عن 5 سنين هي أقل بكثير من حالات الوفاة في حالة ما يكون في تقارب ما بين الأطفال، ما بين المولود الأول والثاني والثالث، بيكون في حالات عرضة لأن هي يكون بالظبط. أنا حابة تتوفى في بداية حياتها. بالظبط، أنا حابة أوضح إن زواج القاصرات ده هو الأكثر وقتا إنجابا.
يعني كل ما البنت او الرجل والبنت زوجوا في سن صغير بيكون الاطفال اكثر. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات الاستاذه شيماء الاشقر عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نورتينا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك.